مساء الخير أعزائي المشاهدين في فضفضة جديدة من مدينة الإنتاج الإعلامي باستديوهاتنا في 6 أكتوبر. معايا ومعاكو حاجة حلوة، حاجة جميلة. معايا الأستاذ الدكتور وسفير النوايا الحسنة وسفير السلام، هو بوزيشنه كده، هو دي تخصصاته، دي شهاداته. معايا ومعاكو الأستاذ الدكتور إحسان ترك سفير الإعلاميين. مساء الخير. مساء النور عليك يا أستاذ ربيرو، وأهلا بيكم بالسادة المشاهدين. حضرتك شرفتنا ونورتنا النهاردة، ولينا كل الفخر أنك تكون معانا وهنفضفض كالعادة. مين هو أستاذ إحسان ترك؟ أنا عرفتك في كذا حاجة، ياريت واحدة واحدة كده نشرحهم للسادة المشاهدين. إحسان التركي رجل بسيط جدا جدا، أبسط مما تتخيل. عشت حياة طبعا، أو حياتي عشتها بحلوها وبمرها، وبمرها قبل حلوها. اتغربت وأنا صغير بعد ما والدي توفى، يعني تحملت المسؤولية. 17 سنة أنا سافرت، عندي 17 سنة. تمام. والدي توفى وأنا عندي 12 سنة. تمام. اتحملت المسؤولية بعد وفاة والدي، فكنت بشتغل، كنت بذاكر، لغايه ما جاتني فرصه سفر وسافرت. وطبعا في انا هختصر معاك عشان وقت البرنامج. لا اتفضل، احب نسمع. وطبعا في الغربه انت فاهم، يعني احنا بنشتغل حاجات كتير قوي. اي يعني اشتغلنا، يعني انا عن نفسي عم بتكلم، مش هقول احنا، هقول انا، واعوذ بالله من شر كلمه انا. اشتغلت حاجات كتير جدا يا روبير. اشتغلت في مطعم مثلا، كنت بقشر بصل وبطاطس وبمسح وبكبس وبعمل حاجات كده. درست سياحه وفنادق، وكنت بشتغل ويتر في يوم ما لغايه ما بقيت شيف يعني كابتن. وبعد كده اتجهت بقى للمجال السيارات. حلو. درست سيلز وماركتنج. ده سويسرا ولا في امريكا؟ لا ده في امريكا. السياحه والفنادق انا درستها في سويسرا في سانت لوزان. درست سيلز وماركتنج في معهد خاص باحدى الشركات، او احدى شركات السيارات الكبيره قوي العالميه. وانا تمام. واشتغلت بياعا، مساعد بياع الاول للسيارات، وبعدين بقيت بياع، وبعدين ريجن مانجر يعني مدير منطقة. تمام. وبعدين يعني لغاية ما وصلت نائب مدير مبيعات وتسويق للشركة ديت في ولاية من الولايات الأمريكية. تمام. الحمد لله يعني. ودرست السيلز في أمريكا. انت خدت دراسات فيها. تمام. درست. وطبعا في رحلتي بقى انا لفيت معظم الكلام ده. كان سنة كام؟ كان سنة كام تقريبا؟ كان سنة كام؟ الكلام ده تقدر تقول من يعني السبعينات والثمانينات، ما بين في نص السبعينات لغايه تقريبا اخر 3-4 سنين في التمانينات. بعد كده طلعنا على الخليج. لا ما انا كانت يعني القاعده بتاعتي، الانطلاق بتاعي كان من الكويت. يعني انا اول ما سافرت من مصر رحت بيروت. ايوه. درست في المدرسه الفندقيه في بيروت فتره. تمام. اخذت يعني زي ما تقول ايه القواعد. ده انت كنت ابن بطوطه بقى. ايوه. تمام. لما سافرت من بيروت سافرت على الكويت. تمام. الكويت كانت بالنسبه لي القاعده اللي بنطلق منها لاي مكان، وكان ربنا موفقني يعني، وكان اهل الخير برضو بيساعدوني. ورجعت مصر سنه كام؟ او استقريت في مصر؟ انا بس رجعت مصر اعتبر 95. 95 بس كنت بسافر كل 6 شهور. أي. على الكويت. بس في 99 بقى بطلت السفر، وبطلت واستقريت بقى في مصر. في مصر. وابتدينا الرحله الفنيه سنه كام؟ يعني تقدر انها ابتدت 2004 2005. 2004 2005. طبعا ربنا يديك الصحة. بيتهيأ لحضرتك زي أستاذنا اللي أنا أتذكره الآن، أستاذ يوسف داود، ابتدى التمثيل في سن يعني متأخر. ده مظبوط كده؟ ده بالنسبة لي. ده بالنسبة لحضرتك. جت صدفة؟ بالنسبة لي صدفة بحتة. بحتة؟ بحتة. يعني اللي مكتوب على الجبين لازم تشوفه العين. نحكيها كده. انا عارف انت كذا يعني مره، بس نحب جمهور فضفضه يسمعها. يعني هي بص، كان اعلان الاول. كان في البدايه. لا هو كان في البدايه فيلم. وبعدين الفيلم ده ما اتعملش. انا لقيت اعلان في الجورنال مطلوب بوجوه جديده ممثلين وكذا، وانت كنت قاعد فاضي ساعتها يعني. قلت وكنت خارج من ازمه شويه بعد الخسائر اللي حصلت لي لما جيت قعدت في مصر. ايوه. مشروع من كلنا المشاريع. كان في كانت ربنا يديك. رحت شفت ايه الموضوع، ما ظبطش يعني. ما ظبطش. بعد كده طبعا انا لما رحت
كان في طبعا معانا شؤون ممثلين ومعانا زملاء، ده خد اسمي وده خد تليفوني وده مش عارف، فوجئت بيهم بيكلموني بعد كده، فتعال لنا اجيلكم فين، في مثلا مكتب كذا، مكتب مين ده، عنوانه ايه، لان انا مواليد وسكان مصر الجديده. ايوه فهمت. وسط البلد بالنسبه لي، كل منطقه وسط البلد دي اسمها شارع فؤاد بالنسبه لنا. ايوه ايوه. فتقول لي بقى تسال على مثلا على البنك المركزي، وبعدين تلاقي جنب البنك المركزي مثلا محل اسمه كذا، هو ده المكان او العماره. أيوه. او ده. أيوه. ما كنت تقول لي شارع كذا. ايوه. لغايه النهارده على فكره يعني. ايوه مظبوط. ف اللهم صل على النبي. طلبوني، رحت يعني عملت مقابله وكده، واتخذت في الاعلان. كان اعلان طبعا ضخم جدا جدا جدا. ايوه. ولاحدى شركات الاجهزه المنزليه العملاقه يعني. ايوه. بعد الاعلان ابتدينا نطلع في الافلام ويشوفوك. آه. انك انت الجان سينما، وتطلع في دور سفير، وبتطلع في دور دكتور اب كلاس. ما هي ما هنا المشكله يعني، هو شكل حضرتك اولا ده 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 اصلي يعني، قيمه وقامه وحاجه جميله قوي يعني. انا النهارده انت جاي لي الكرافتة مع المنديل مع الشياكة الجميلة دي كلها، بس أنا كنت عايز أشوف مشهد عم زكي بتاع الفول، ينفع نشوفه؟ لأن أنا 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 شفته، أنا شفته دلوقتي قبل الهوا وما صدقتش، اللي هو اللي هو إيه يا عم ده؟ إيه ده؟ هو حضرتك الدكتور؟ لسه هنتكلم على موضوع الدكتور، الدكتور إحسان ولا السفير إحسان ولا المعلم إحسان ولا الفنان؟ طيب ولا الفنان تناسي الفنان ليه؟ لا ما انت ما الفنان بقى، ما هو وعلى فكرة انت محطوط في برواز الفنان الأرستقراطي يعني. احنا حتى في اول حلقة لينا في فضفضة لما قلنا هنتكلم كلام صالونات، كلام على المصطبة، كلام في المجعد عند زي اخواتنا البدو، هنتكلم والبساط احمدي، انا لقيت فيك انت كل دوت. انت اديني الدور بتاع عم زكي بتاع الفوق. هو انا كنت بعمل اعلان. ايوه. عن منتج عن فول يعني. ايوه عادي. فانا المفروض طالع معلم بتاع فول، ببيع فول على العربيه في الشارع. جميل. فبقول للاستاذ المخرج، بقول له يعني يا ريس انت انا عايزها من اي سكه من اي. اه. قال لي بص يا استاذ احسان، انت مكتوب عندك على العربيه ايه؟ قلت له ايه؟ قال لي اهو زكي فول زكي قدره. اه. قلت له حلو. انا مش مجمع معاه بصراحه. تمام. فلقيت بقول وخلاص هتاخدها من سكه زكي قدره. اه. زكي قدره العملاق. اه. الاستاذ عادل ادهم الله يرحمه. اي. فقلت له طب ماشي انا هعمل الحلقه، هعمل النهارده الاعلان بالطريقه دي يا استاذ. قال لي بقى هو ده اللي انا عايزه. اه. وعملته والحمد لله ربنا وفقني. من غير اسم الاعلان فاكره انت كانت الطريقه ازاي؟ انا عايزك تديني مشهد كده. هو بدايه الاعلان المفروض انا معايا صبي. ايوه. فالصبي ده يعني شويه مدروش. اه. فبقول له خد ياض. بنت انت ما تعرفش فول كذا كذا كذا؟ لا مش عارفه يا معلم. ده الفول ده من ايام اجدادنا يا راجل. طول عمر اسمع. اه. ظبط لنا فول يا زكي يا قدره. يظبط زكي يا قدره. اه. فول اسكندراني يا زكي يا قدره. يحيي يا زكي يا قدره. اه. فول بالزبده البلدي يا سمنه يا زكي يا قدره. اي. يسيح زكي يا قدره. لقيت اللوكيشن كله كان معانا حتى. أيوة. عم عبد الله مشرف الله يشفيه يا رب ويمسيه بالخير. تمام. كله وقع من الضحك يعني، خاصه عند حته يسيح. اه يسيح طبعا. كان في بقى هنا واحده معديه وكذا. آه. انت عارف بقى شغل طيب احنا معانا مداخله تليفونيه من مين؟ سياده السفير شريف الجمل. مساء الخير. اهلا اهلا يا فندم، مساء الخير روبير بيه. حضرتك نورتنا وشرفتنا في فضفضه مع روبير. اشكرك يا فندم، ربنا يخليك، الشرف ليا، واسمح لي امسي على ضيفك الكريم وهو اخ وصديق عزيز جدا عليا الفنان الكبير الاستاذ احسان التركي. اهلا بيك يا معالي السفير. شرفنا دايما ومنورنا الدنيا كلها والله يا استاذ. حبيبي حبيبي يا معالي السفير، انت قاعد مترقبنا ولا ايه بقى؟ الله احنا بس وحشتنا وحشتنا طلتك على التلفزيون، فحبينا اذا 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 مش هناخد من وقت البرنامج طبعا كتير. اتفضل اتفضل. ان احنا ليك كل الوقت يا فندم. ان احنا نمسي على حضرتك وعلى الاعلام الكبير طبعا اخونا الاستاذ روبير اللي منور الدنيا برضه، والحقيقه كل اعماله وحلقاته كلها فعلا شيقه جدا. الله يبارك لك. ضيوفه اختيار موفق ما شاء الله، ربنا دايما يكتب لكم الخير يا فندم. احنا ولكن اتفضل اتفضل. تسلم لي. ولكن اذا هتسمح لي بس يبقى ليا استاذ روبير اذا بيسمح لي ان انا عندي بس تعقيب بسيط بخصوص المجال الفني او السينمائي. اكيد هو مش مجالي، ولكن خلينا نكون
اكثر واقعيه بالنسبه لي انا زي اي مواطن، بس من الناس اللي بتحب الفن جدا والسينما جدا والتلفزيون، ودي صناعه من الصناعات المهمه. هي مش صناعه بس، هي صناعه ومش ترفيه أيوه. بس، وانما ثقل اقتصادي كبير، وكمان رساله. يعني الفن رساله عالميه طبعاً. بتوصل لقلوب الناس اللي ممكن احنا يقولوا كاتب في كتاب ممكن فيلم قصير لمده 20 دقيقه يوصل للناس حاجه افضل بكتير من الـ من الـ او توفر عليهم الوقت والجهد ده. بالظبط. يعني احنا دايما عندنا في الاعلام بنقول صوره ابرك من ألف كلمه. بالظبط يا فندم، بالظبط. اتمنى كلام حضرتك. والحقيقه احنا مفتقدين بقى رؤيه الفنان العظيم والكبير واللي فعلا ليه تاريخ كبير في قطاع السينما حبيب. ومشاركاته الكبيره في افلام متنوعه وبادوار متنوعه، الفنان احسان التركي. طبعا الحقيقه مش عارف ليه في اختفاء ليه النهارده الفتره اللي فاتت، مش متواجد في معظم الاعمال، مع انه اعتقد بما اني متابع، يعني هعتبر نفسي متابع جيد للفن وللموسيقى والسينما والموسيقى تحديدا، انه النهارده عندنا اعتقد في فراغ. واعتقد ده كان برضو كلام النجم الكبير الفنان محمد صبحي في احتفاليته الاخيره اللي كان عاملها في مدينه سنبل، انه السينما المصريه النهارده والتلفزيون والدراما تفتقد للمرحله العمريه دي والكفاءات الفنيه دي، مش متواجده كتير. فليه ما فيش تركيز على شخصيات كبيره وعظيمه زي القامات، زي القامه الموجوده قدام حضرتك الفنان احسان التركي؟ ده سؤال انا موجه ليه وموجه لحضرتك بقى انت تردوه عليا، لان انا من المواطنين المتابعين. لا، ما هو تعقيبا لكلام حضرتك، هو النهارده معانا علشان ننكشه ونعرف هو مش طالع ليه، وفي نفس الوقت ننكش الساده صناع السينما. ما هو النهارده مع احترامي لقامه حضرتك والقامه، تمام يا فندم، تمام، دكتور احسان، هو النهارده هيطلع لوحده؟ ما هو لازم في اختيارات، ولازم يبقى في موائمات عادله، انا بقولها ما بين قوسين عادله وتحتها 15 خط والمعنى في بطن الشاعر. النهارده الراجل دوت احنا محتاجين والسينما محتاجاه، وبيطلع في كذا حاجه. وانا ليه حصره في دور الارستقراطي؟ طب ما هو مع بالظبط فنان يعني شامل متنوع. وعلى فكره ظهر ده في مواقف كتير وفي اداءات، في اداءه في افلام كتيره طبعا، ومشاركته مع كبار النجوم في مصر الموجودين. انا الحقيقه ومع احترامي لكل القامات اللي هذكرها، انا مش عايز اذكر اسماء كتيره، ولكن من وجهه نظري كمواطن متابع للفن المصري وللسينما المصريه اللي هي ليها عظيم الأثر مش بس في مصر، على الوطن العربي كله بالكامل. الفن المصري شكل وجدان، والموسيقى المصرية شكلت وجدان الشعوب العربية بالكامل، من المغرب للخليج، مش بس الشعب المصري. فالمشاركات دي مهمة جدا. الفنان العظيم، وفعلا أنا مش بجامل والله، هو فعلا أخ وصديق، ولكن ده أقل ما يمكن يقال في حقه. إنسان محترم وفنان قدير وموهوب لا يقل عن، من وجهه نظري متابعتي للفن من زمان، لا يقل عن ادائه وعن الفنان زكي رستم وعن الفنان العظيم برضو عزت ابو عوف. والشخصيات دي يا باشا احنا شاكرين لحضرتك، بس انا هستاذن حضرتك في دقيقه كمان معلش. انا عايز اعرف سعادتك الـ ايه هي السفير في ايه، وشرحته لي، انا عايز الجماهير تسمع. تمام يا فندم، تمام. عامة هو حضرتك، أنا سفير الأكاديمية الملكية للأمم المتحدة. أيوة. وكنت مدير للأكاديمية الملكية للأمم المتحدة في مصر لمدة سنتين، 2016 و2017 و2018. تمام. وبعد كده تم تأسيس النادي الملكي لقطاع الأعمال، اللي أنا بتشرف إن أنا أتشرف إن أنا أترأسه حاليا، وهو عبارة عن هيئة عربية دولية بتشتغل في مجال الاقتصاد في حوالي 20 قطاع اقتصادي. وعلى فكره كمان برضو من ضمن المعلومات اللي هقولها دلوقتي، انه من ضمن القطاعات الاقتصاديه اللي موجوده وتم انفجار الاهتمام بيها في النادي الملكي هو قطاع كبير اسمه قطاع السينما. وهبقى ابعت لحضرتك ان شاء الله، اكيد هبعت لك الفايلات اللي فيها كل التفاصيل. فاحنا مهتمين ب 20 قطاع اقتصادي، هم من اهم القطاعات الاقتصاديه اللي موجودين في مصر والوطن العربي. النادي بيهدف، هو كيان استثماري سياحي استثماري كبير جدا، يهدف الى تعزيز العلاقات الاقتصاديه بين مصر والوطن العربي. وخليني اوضح لحضرتك حاجه، هو لولا الجائحه للاسف اللي مجتاحه العالم اللي هي كورونا بقى لها سنه واكثر، اللي طبعا وقفت اعمال كتير، احنا كنا بصدد عمل مؤتمر اقتصادي دولي كبير جدا كان تحت رعايه مجلس الوزراء،
في القاهرة، ولكن تم طبعا إرجاء المؤتمر وتأجيله لظروف الجائحة والتباعد وعدم السفر والكلام ده كله. وكان المؤتمر ده مستهدف إقامة مشروعات كبيرة جدا وتمويل مشروعات كبيرة جدا في مصر، ومن أهمها وخليني أذكرها دلوقتي كمان الصناعات السيارات الكهربائية والمركبات اللي بتساعد على اللي بتشتغل بمجال الطاقة النظيفة، علشان المرحلة اللي جاية حسب توجيهات سيادة الرئيس لازم يكون فيها تواكب، نتواكب مع العصر مع الدول المتقدمة في نبدأ بقى نستبدل البنزين والجاز والكلام ده. يا سيادة السفير ده انت عايز لك حلقة لوحدك، انا لسه كنت هقول له بصراحة. يا سيادة السفير، شكرا لحضرتك سيادة السفير. شكرا يا سيادة السفير. اتفضل. قطع. شكرا. لا ده بيتكلم في مواضيع كبيره، ده عايز له 3 4 حلقات. لا استفيد شريف، لا ده حاجه رائعه، قيمه وقامه وراجل محترم جدا. طيب احنا ناخد من كلامه واسالك. اتفضل. انت غايب عنا ليه يا وحشنا؟ دي اغنيه دي. والله بص يا روبير، يا مستر روبير، انا راجل بعبد ربنا سبحانه وتعالى ثم شغلي. تمام. انا في يوم ما كنت عامل عمليه في الفقرات العنقيه. تمام. كانت 17 غرزة، 6 ساعات ونص في غرفة العمليات، ساعتين في غرفة الإفاقة. ثالث يوم ما طلعت من المستشفى جاني أوردر شغل أون تايم، دلوقتي عايزينك دلوقتي، كان في فيلم الفلوس مع تامر حسني. طبعا كنت في قمة السعادة، نزلت وطبعا في البيت كانوا بيتخانقوا معايا أن أنا لسه راجل مريض جرحي مفتوح. وحطت بقى قطن وشاش وبتدين ومش عارف إيه على قفايا من ورا المخزه يعني. قعدت وسعت زرار القميص عشان يقفل وانا لاحق القطن والحاجات دي، ونزلت اشتغلت. انا عمري ما بيتعرض عليا شغل وبقول لا او انت عاشق لعملك، معروف في الوسط الفني. احسان ترك عاشق لعملك. غربتي وحياتي علمتني كده. انت زي الاجانب يعني. واقف انا ليه بقى الايام دي؟ ما اعرفش. هقول لك ما عنديش واسطه. هقول لك ما عنديش حاجه كده ولا كده، ما اعرفش. سبحان الله. انت مش محتاج واسطه. انت اعمالك هي وسطتك يعني. بس انا هقول حاجه لحضرتك، ودي احنا ملاحظينها على مستوى الاعمال ككل. ممكن تكون، ممكن والله اعلم، تكون كورونا في تاثير لا. على يعني هل الاعمال ككل قليله مثلا فجايه من الناحيه يعني دي؟ يعني انت عندك النهارده يعني كل موسم في مش اقل من 20 30 مسلسل، ده غير الاعمال اللي بتتعمل وبتتعرض. ايوه. في خلال الفتره اللي هي يعني مش في رمضان، في الايام العاديه خلاص بقى في سياسه حاليا بتتعمل اعمال وبتعرض في ايام غير ايام رمضان. كان الاول كله بيكثف انتاجه وشغله في ايام رمضان، سباق رمضان اسمه يعني. ودلوقتي ما دلوقتي لا، في كده وفي كده. بس احنا لا في كده ولا في كده. طيب يعني هنقول ايه؟ برضو انا عارف انك انت بتختار اعمالك، وان شاء الله يبقى في حاجات كويسه. والساده النهارده المنتجين والمخرجين شايفيننا وشايفين هو وعارفين مين هو احسان ترك. الدكتوراه اللي حضرتك واخدها في ايه؟ دي دكتوراه فخريه من جامعه نيوكاسل بانجلترا. انا اسف قبل ما نخش الدكتوراه، وفكرونا يا جماعه موضوع الدكتوراه. معانا اتصال من المنتج الفني نهاد حلمي. مساء الخير يا فندم. يا مساء النور، منورنا في فضفضه مع روبير. ربنا يخليك. ازيك يا استاذ روبير؟ منورنا بجد، ولسه بساله فيعني ما ينفعش لا نسأل. انت منورك النهارده يا احسان، ده منور الدنيا كلها. حبيبي يا نهاد، حبيبي حبيبي، انا متشرف بيه، متشرف بيه. وحد منور الدنيا جميل كلها. جميل. ومنورنا، ومساء الخير عليك وعلى جميع اعداد البرنامج والاخراج والساده المشاهدين. يا باشا طيب انا دلوقتي بسالك. لا انت الاول سالت احسان سؤال غلط، انت مختفي ليه؟ هو على فكره مش هو اللي مختفي. طب ردك يعني. ردك ايه بقى؟ انا ما اقدرش اتكلم وانت موجود. اتفضل يا بيه. هو مختفي ليه؟ هو للاسف احنا هي غلطتي زي ما غلطت ناس كتير قوي. احنا ربطنا احسان بالشخصيه الارستقراطيه، بس هو فنان مبدع لسه جواه كتير قوي، لسه جواه كتير قوي، لسه ما خرج احنا نفسنا لسه ما خرجناش اللي عنده. ده احنا لسه باعين فول على العربيه دلوقتي. ليه يا ريس؟ ما شفتش المعلم في المسرحيات بقى؟ طب ما احنا هنشوف دلوقتي يعني. ايوه اتفضل يا فندم، اتفضل. لا هو في حاجات كتير. هو عايز اقول طبعا مع حفظ الالقاب احسان الترك من الشخصيات الممثل التقيل.
يعني انا كان لي الشرف ان انا اشتغلت مع ممثلين تقال جدا امثال الاستاذ يحيى الفخراني، الاستاذ عزت العليلي، مش هنقول ان احسان الترك من نوعيه تقيله دي برضه، اللي هو في ممثل ياخد المشهد منك يقعد خمس ست ايام عقبال ما يحفظه. احسان مجرد نظره واحده للمشهد، حتى لو اون اير، لو انت جايبه على الهوا، لو انت جايبه على الهوا مجرد نظره واحده للمشهد بيقول ايه فبيقول. ده عارف ليه يا مستر نهاد هو بيعمل كده؟ انا هقول لك، انا قعدت معاه دلوقتي قبل الهوا بحكم برضو ان انا لفيت شويه، الراجل ده لف في جميع بلاد العالم. لا ما شاء الله عليه، مثقف جدا. ده بيعجن البني ادم عجينه يعرف يطلع خبرات، وهو لما بتديله مشهد بياع فول هو شاف بياع الفول. ايوه العربجي كان شاف العربجي بيقول لك بيضربه بالقمشه، انا بقول له ايه القمشه قصدك؟ قال لك اللي بيتضرب بيها اسمها القمشه. طبعا اكسبريشنات ما تطلعش غير واحد بالبلدي مدقدق. هو صح؟ احنا طبعا. في كارثه عندنا في الوسط الفني حاليا. ايوه انت حضرتك سالت الاستاذ احسان بتقول له انت مختفي ليه، هو الاختفاء مش 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 بخطوه. بدليل ان هو لسه بيقول لحضرتك دلوقتي ان هو كان لسه عامل عمليه، جاله اوردر نزل جري عشان شغله. حصل ماشي، والموضوع مش موضوع فلوس، خلينا متفقين بس. أيوة. ان الموضوع مش موضوع فلوس، موضوع حب للشغلانه نفسها، حب للفن. فاحنا عندنا خلينا يعني انا مش عايز اتكلم اقول احنا عندنا كارثه، زي ما في كورونا في جائحه كورونا. أيوة. احنا عندنا جائحه في الفن. ايه هي بقى جائحه الفن؟ انا عايزك تقول لي ايه هي جائحه الفن وعلى الهوا وما مفيش حد سامعنا كالعاده. اما يكون احسان الترك قاعد في بيته، اما يكون الاستاذ جمال عبد الحميد المخرج قاعد في بيته، اما يكون ناس قامات قاعده في بيوتها، يبقى احنا في جائحه. اما يكون انصاف النجوم وانصاف تفتكر ده سببه ايه يا مستر نهاد؟ هل ده سوشيال ميديا هي السبب ولا سبب ايه؟ لا لا لا، الموضوع مش موضوع سوشيال ميديا، الموضوع بقى شلالية. ما لو احسان التركي بيسهر كل ليله على كافيه وبتاع والكلام ده كله مع شله، هيشتغل بدل مسلسل 10. يعني ناس وناس. مظبوط. طب نعمل ايه عشان الناس اللي هي ملهاش في دوت يبقوا يتحط في مكانهم الصح؟ ما احنا يعني احنا في زمن اللي هو يعني انا واحد من الناس دلوقتي ما بقتش امن على بنتي ولا ابني ان هو يقعد يتفرج على مسلسل ولا فيلم. في الفاظ كان زمان في رقابه على المسلسلات ورقابه على الافلام قبل ما بتنزل لحضرتك انها تشوفها في بيتك. لا ده في رقابه ان انا اللفظ ده ما ينفعش يدخل البيت المصري. دلوقتي البيت المصري بقى مباح ان اي حد يدخله، اي حد يقول لفظ. انت حضرتك انا عندي الولد عنده 9 سنين ممكن يقول لك لفظ سمعه النهارده في مسلسل انت تتكسف ان انت تسمعه في الشارع. مستر نهاد، اولا انا بشكرك وعلى المداخله القيمه ديت، وفي نفس الوقت يعني ده طلب شخصي قبل ما حضرتك تقفل معايا. حضرتك انت من ضمن صانع السينما، يعني ما لما انت تقول الكلام ده امال مين اللي هيحل؟ انا يعني حضرتك من صناع السينما، شوفوا اقعدوا اجتمعوا. لا احنا عايزين نطلع ديسيجن بالظبط، نطلع الناس المختفيه، عايزين نجتمع، عايزين نعترض مع بعضينا ونطلع الحاجه الحلوه. وشكرا لحضرتك. شكرا لحضرتك يا فندم. استأذنك قبل ما نرجع الدكتور فاصل ونسمع أغنية إهداء لفضفضة مع روبير للقامات اللي زي حضرتك. حبيبي الله يخليك. فاصل وانا واصل. ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل الجميل، ونرجع نسأل فناننا سفير الإعلام في مصر. مساء الخير. كان نهاد بيه بيتكلم دلوقتي بيقول حضرتك انت اللي مش متواجد مش بمزاجك، وملحقناش نسمع الإجابة. الميكروفون معاك، ليه انت شايفها من وجهة نظرك؟ ليه انا شايفها إيه؟ بص اتفضل. هو زي ما قال نهاد، قال لك في شلالية ومش شلالية وحاجات زي كده. تمام. انا ماليش في حاجات دي خالص. تمام.
انا الناس فاهمه او شايفاني في حاجه، لكن انا من جوايا حاجه مختلفه تمام. تمام. انا راجل بروح شغلي بضحك وبهزر وكل حاجه. تمام. اخلص يقول فركش الاستاذ المخرج من هنا روح جري على البيت. ايوه عندي شغل بنزل، ما عنديش شغل ممكن اقعد يوم او اتنين في البيت، صح ببقى بهري وبنكد بس ايه قاعد واخد بالك. تمام. بكلم مخرجين وبكلم منتجين وبكلم الدنيا كلها. تمام. بس للاسف يعني حاضر ومن عيني وبتاع، ده لو رد عليك كمان ده لو مخرج من دول لو رد عليك ايوه حاضر واه طيب واه نعم ومفيش اي حاجه. هل اللي محزن الواحد ايوه يعني انا كنت افتكر انا عمري الفني 17 سنه تقريبا يعني. ايوه يعني افتكر زمان مثلا لما كنت لسه بقالي سنتين ثلاثه ولسه داخل المجال ها بزحف، باجي اكلم مثلا استاذ فاضل مخرج ولا حاجه ولا يا استاذنا فلان مين، اقول له انا فلان، اهلا يا احسان ازيك وبتاع مش عارف انت فين، بقول لك ايه تعالى لي مثلا بعد اسبوع، تعالى لي يوم الاحد الجاي مثلا في المكتب الفلاني في الشركه الفلانيه عايزك، واروح ويوظفني ويديني دور اشتغله. انا اشتغلت مع العمالقه يعني. انا عايز انا عارف المعلومه دي، عايز اعرف الساده المشاهدين مين هم العمالقه، من بدءا من الزعيم عادل امام الزعيم استاذه سميره احمد حبيبه قلبي يسرى حبيبي احمد السقا اقول لك مين تاني طبعا العملاق يحيى الفخراني الدكتور يحيى الفخراني ده انت مثلت معاه في احمد عزو تقريبا احمد عزو في مسلسل تاني بس عفوا اسم المسلسل مش جميعا سيبك حتى من الاساتذه الممثلين تعال شوف مين المخرجين انا اشتغلت مع الاستاذ يوسف شاهين استاذ يوسف شاهين طب إيه بقى؟ لا أنا في الاسكندريه نيويورك ياه وكانت مشكله كبيره يوم ما رحت عملت اوديشن معاه طردني من المكتب ليه ومر يوم والتاني راح بعت لي اصور طب عايز اعرف طردك ليه الاول وانا دخلت قالوا لي انت مطلوب عند يوسف كنت انا لسه جديد في الحكايه مش في دماغي مين هو يوسف شاهين للعلم يعني فروحت انا عايش بره طول عمري مش يعني عارف يعني مش متابع مش مجمع فروحت لقيته الله يرحمه بقى قاعد على المكتب بالسيجاره المكتب كده هو قاعد على جنب على كده عامل كده والسيجاره في ايده طبعا انا داخل بقى لابس البدله والجرافات والمنديل وبتاع فوقفت قدامه كده فنزل السيجاره كده وبص لي قال لي يعني عارف بص لي بصه قمه الاحتكار فقال لي تعرف تعمل دور واحد عبيط انا طبعا خدت الكلمه منه وايه ما هو واتبنجت هو دوره اللي كان بيمثله في باب الحديد مع هند رستم انا بقول لك وانا قاعد بكلمه انا مش عارف مين هو ده ولا بتاع فيلم باب الحديد ولا باب ما ايوه فاقد ال تمام فانا واقف قدامه كده المكتب بقى كده في النص وهو قاعد على المكتب بس مش قاعد مديني وشه لا قاعد كده زي ما انا قاعد كده ايوه فاهم فانا رحت لافف من قدام المكتب وداخل عليه وهو قاعد على المكتب رحت ماسكه منين؟ من هدوم طب اديني ربع جنيه لا ما اديتيش ربع جنيه هعمل وهسوي اطلع بره اطلع بره اديتك المكتب اتفتح عليه لا مش هو طلب العبيط انت عملت له دور لهطه عيش بقى يا عم البس ما دخلوا بقى الاساتذه المخرجين اللي كانوا مساعدين معاه زي عماد البهير استاذ خالد يوسف مجموعه انت اتجننت يا عم يوسف شاهين مين وبتاع مين اسكت امشي روحت لقيت عدى يوم واليوم الثاني لقيت بقى واحد اسمه ابراهيم عمران ده شؤون ممثلين استاذ احسان مساء الخير احنا عايزينك تكون الساعه 2 موجود كان تصوير في بار في شارع وسط البلد شارع وعملت دور العبيط وعملت دور لا لا ده انا عملت حاجه ثانيه مختلفه بس هو اداك حاجه اللي هو انت جاي متأنتك بشكتك الطبيعيه اللي انت اساسا مش بتتصنعها فقال لك طب وريني دور العبيط عندك مثلا اشتغلت مع الله يرحمه عم اسماعيل عبد الحافظ الاستاذ احمد يحيى الاستاذ علي عبد الخالق الاستاذ مجد ابو عميره الاستاذ احمد صقر ربنا يشفيه الاستاذ ابراهيم الشواد يعني انا اسف اذا مش متذاكر انت تاريخ احنا هستاذنك ونطلع مداخله تليفونيه مع استاذ مجدي فايد رجل اعمال مساء الخير انتوا جايبين الناس دي منين؟ حبايبك كتير يا ريس مساء الخير مساء النور ازيك يا مستر مجدي اهلا اهلا وسهلا اهلا وسهلا منور فضفضه مع روبير ويعني شرفتنا فعلا حبيبي الاستاذ احسان اهلا بيك يا باشا حبيبي يا باشمهندس مجدي حبيبي ازيك عامل ايه وحشني الحمد لله حبيبي الحمد لله
فرصة سعيدة ان انا سمعت صوتك النهاردة وهكلمك. ربنا يخليك، ده الشرف ليا والله. عايزين نعرف حضرتك رأيك ايه في 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 سيادة السفير، في سيادة الدكتور، في المعلم احسان، ايه رأيك؟ رأيك انا هقول لك بقى حاجه، هقول لك على حاجتين يعني من ناحية الانسانيه ومن ناحيه والناحيه الفنيه كفنان. نبدا بالانسانيه. نبدا بالانسانيه. بص، احسان التركي من الناس الاعزاء عليا جدا ومن الاصدقاء الوفيين قوي. انسان يعني راقي 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 جدا بمعنى الكلمه حبيبي، وصاحب صاحبه. وانا لما عرفته قبل ما اعرفه كفنان، عرفته كانسان يعني من اعز واخلص الاصدقاء. تمام. الناحيه الفنيه بقى، يعني انا مش عايز اقول لك انا معجب بيه جدا جدا، على الرغم من ان يعني الساحه في الفن مفتقده شويه في حته في الادوار اللي يعني بقت الساحه بقت فاضيه فيها بالنسبة للناس اللي راحت، اللي كانت عملاقة وراحت. أنا بشوفه إن هو مكانهم دلوقتي. أي. يعني أي. مثلا نقول الفنان عزة الرعوف، الفنان خالد صالح، الفنان عادل أدهم، الله يرحمهم جميعا، دول يعني إحسان التركي يحل محلهم كويس جدا جدا في الساحة الفاضية دي. أي أي. فيعني أتمنى إن كل المخرجين والمنتجين ياخدوا بالهم من الحتة ديت. يعني ده رأيي أنا الشخصي، ما أعرفش رأي الناس إيه يعني. أنا بشكر حضرتك على رأيك الشخصي فيه. طيب، وحضرتك كرجل أعمال، طيب شكرا لحضرتك. هنحاول نتصل تاني لأن الخط قطع دلوقتي. لا استنى استنى أتفضل. استنى بس. أيوه. أنت جايب لي كل الناس دي، أنت قعدت حد فيكم قاعد الإعداد عندك؟ احنا قاعد يقلب مين أصدقائي ومين حبايبي؟ لا، ما هو احنا احنا بص بقى، احنا بنعمل إيه؟ احنا عارفين معانا الفنان القدير احسان الترك، فبنقعد بقى اتعلمنا من اساتذتنا اللي كانوا قاعدين مكان حضرتك. لازم نطور من نفسنا، ولازم نخربش طبعا، وندعبس ونخش على الفيس ونخش كذا، ولازم نعرف ده. احنا لسه معانا مفاجآت كتير كمان. طبعا طبعا، احنا بنتشرف بحضرتك. حبيبي الشرف ليا والله. طيب، عايز ارجع تاني للقصة اللي هما كلهم قالوها، انت داخل في قالب اللي هو الراجل الارستقراطي. انا عايز النهارده، انا كراجل مخرج وبدور على واحد ابن بلد ومش شايف حد، او انا انت عيني لما تيجي عليك انا شايفك اللي هو الباشا البرنس. تمام. اديني كده مشهد ابن بلد، اديني مشهد اعمله معاك عادي كده. الاسري، انت عايزك تتقمص الاسري يعني. وبعدين كان في مسرحيه شفتها لحضرتك في اسكندريه. ايوه. وكنت تبكي بكاء مرا، وعرفنا برضو كان معاك المدام وابنك الصغير، والولد خاف البابا بيعيط. ممكن تحكي لي المشهد ده كده؟ هو بص، المسرحيه دي اولا بتحكي عن الهجره غير الشرعيه. تمام. في بدايه العمل انا راجل مقاول، لابس الجلابيه والعمه وبتاع، وبصطاد بقى الشباب وبصفرهم ايه بره عن طريق الهجره غير الشرعيه. ففي مجموعه من الشباب اهل الحاره يعني سافروا عن طريقي. تمام. فلما سافروا طبعا سلمتهم انا الواحده اللي هي تعتبر دراع اليمين يعني. فايه بدات تبرمجهم بحيث ان بقى يعملوا اعمال مش جميله يعني. تمام. تجاره مخدرات، تزييف عمله، تجاره العمله. فانا بقى عايزهم اشغلهم في حاجه تانية يعني. فالحاجه دي طبعا حاجه تعتبر ضد السياسه في الدوله هنا. تمام. الغرض منها توقيع مصر، وصل الكلام يعني. تمام تمام. ففي مشهد اللي هو بقى الفيناله بتاع المسرحيه اللي هو بقى اللي عيط. فانا بقى يعني هم اكتشفوا ان انا المعلم اللي كنت بصفرهم. اكتشفوا ان انا البوس بتاع العصابه دي او المافيا دي. فصار حديث بيني وبينهم. ففي واحد منهم بيقول لي بقى انت اللي تعمل كده، انت اللي كنت بطل من ابطال حرب اكتوبر، انت اللي عندك، انت اللي كنت متضايق ومتجنن وا 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 على الشهيد. تاخد بالك؟ تحرك حتة. خلي بالك يا روبير، انا من جيل عبد الناصر. انا ما لحقتوش قوي بس من جيله. جيل الأرض. احنا الجيل اللي مسك لمؤاخذة البزازة وبقى يرضع عشق وحب تراب، حبة التراب اللي في جمهورية مصر العربية من شرقها لغربها وشمالها وجنوبها. الله. خلي بالك يعني. ايوه.
أيوة. انا في يوم ما كنت هخش السجن بسبب اني شتموا الرئيس، كنت في احدى الدول العربيه يعني. تمام. المهم يعني، فهو بيقول لي يعني انت كذا انت كذا انت انت انت. وبعد هنا في بقى طبعا بلاك بينزل مسرح بلاك وعليه سبوت عليا وايه وموسيقى حزينه. فبقول يعني انا كنت مقاتل في حرب 73. بص لك شاشه واتكلم. انا كنت اللي بدمر الدبابات، وكنت بحط الصواريخ على كتفي وبعمل وبسوي. وبعد الحرب اتجوزت وخلفت ولد، كان هو حياتي هو روحي. كبر الولد وتعلم، خد الثانوية العامة، جاب مطموح كبير، وما رضيش يخش أي كلية زي كلية الطب أو الهندسة، وأصر يخش الكلية الحربية، لأنه كنت دايما بقعد أحكي له عن بطولاتي وعن الجيش وعن وعن وعن. دخل الكلية الحربية وتخرج. بعد ما اتخرج بفترة فوجئت الباب بتاع البيت بيخبط، ولقيت ثلاثة من زمايله شايلين شنطة وبيقولوا لي انت ابو الشهيد ابراهيم محمود. قلت لهم الشهيد؟ ابني بقى شهيد؟ خساره. انا حضرت حرب 73 وكنا فاتحين صدرنا لرصاص العدو، وكان كل سلاحنا الله اكبر، بس كنا عارفين ساعتها العدو مين. النهارده حاربنا وانتصرنا وحملنا الرايه لولادنا، ولادنا كملوا المسيره، بس مش عارفين الخيانه والغدر بيجي لهم منين. وبدات بقى ازرف وابكي. انا بكيت بكى قاتل. ايوه. في الصاله كل الجمهور يعني بجد كان اتعاطف معايا بدرجه كانت جباره يعني. لانه صدقك. انا معاك دلوقتي كنت هعيط. لا انا حاسس ان يعني الموقف مؤثر، و اي حاجه بتمس تاتش صغيره كده. جيش مصر تراب، حبايه التراب اللي على ارض مصر، جمهوريه مصر العربيه، بتجرحني قوي 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 قوي. ايوه. يوم يعني عارف انا يمكن اقول لك يمكن بقيت اخاف افتح التلفزيون الايام دي، او في فتره، لا فتره سوري قبل موضوع الكورونا والمهرجان ده. ان كنت كل يوم بسمع تفجير كمين في بير العاب، تفجير مش عارف سينة. ايه واحد من ولاد، ابص على الفيس واحد من ولادنا السوشيال، عارف يعني عارف دي بتقلمني جدا. بتقلمني بعتبره بمعنى الكلمة، ابني أبويا أخويا كذا يعني. مساء الخير سيادة المخرج إيهاب عبد اللطيف. مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا باشا، منورين الدنيا كلها. والله الحلقة جميلة جدا جدا، وأستاذ حسام منور الدنيا والله جدا، وأنت منور الدنيا كلها. حبيبي يا أستاذ إيهاب، ميرسي. أنا عايز أسأل سؤال، القامات اللي زي اللي إحسان بيه وقاعدة قدامي، سيادتك ونهاد بيه والسادة اللي صناع السينما سايبين اللي قالق ديت ليه يا ريس؟ بص، هو الاستاذ احسان طبعا يعني معاه ميزه كويسه جدا، ان هو بينفع في كل الادوار. يعني انا مش هضيف طبعا حاجه، كل الكلام اتقال عليه حلو جدا في الحلقه، انا متابع، بس هو فعلا يعني يعمل من دون الصوت بيقطع. معلش اقف جنب الشباك كده يمين او شمال بعد اذن حضرتك. الشباك. ايوه افتح الشباك اللي جنبك. انا شايفه، افتح. تمام، اتفضل. كده كويس؟ كده كويس. معلش الدنيا برد، بس عايزين السيجنال. بقول لك طبعا انا مش هقدر اضيف حاجه ثانيه، يعني احلى كلام اتقال على الاستاذ احسان التركي، ان هو فنان جميل جدا. ربنا يخليه. طبعا انا متابع الحلقه، احلى كلام اتقال عليه، بس هو فعلا انا هاكد على حاجه، الاستاذ احسان التركي معاه ميزه يعني جميله جدا، ولازم الناس كلها صناع السينما وصناع الدراما يستغلوها. الاستاذ احسان بيليق من دور بتاع الفول زي ما احنا قلنا للباشا. اي شخصيه يعملها الاستاذ احسان توت، وفعلا زي ما قال السفير شريف من شويه متابع، هو فعلا الاستاذ احسان توت يعني المرحله العمريه بتاعته دي مفتقداها فعلا السينما والدراما بعد وفاه طبعا الاستاذ عزت ابو عوف، كذا شخصيه يعني بتعمل الدو ده. الاستاذ احسان توت يعني من افضل الممثلين اللي ممكن يعملوا ايه. الصوت بيقطع مستر ايهاب. لا لا اخر حته يعني يقدر يقوم بدور بعد وفاه الفنان عزت ابو عوف، يعمل اي شخصيه تناسب المرحله العمريه دي. فعلا الدراما
والسينما المصريه مفتقده المرحله العمريه دي في النجوم زي الاستاذ احسان تركي من الناس الممثلين الحلوين جدا حتى في اللوكيشن طبعه هادي في العمل بيحفظ دوره كويس ومتواضع جدا متواضع جدا جدا يعني ده حقيقه ما قابلناه حد جميل كده وهادي جدا جدا يعني بصراحة يعني انا يعني نفسي فعلا صناع السينما والدراما يبصوا لاحسان ترك ان هو يعني يعني خامه ندره الوجود يعني خامه مش موجوده. انا بشكر حضرتك مستر ايهاب على المداخله القيمه ديت وشكرا لسعادتك. اللي انا شايفه انك انت ممثل كشكول. الحمد لله. ده رأي المتواضع على قد فهمي البسيط. اهو. بص يا استاذ زبير. اتفضل يا فندم. قلت لك انا اولا من قبل ما اطلع من مصر وانا عيل لسه كنت غاوي قوي 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 اروح المناطق الشعبيه. ايوه. بولاء، امبابه، عفوا الجماليه، يعني عارف المناطق الشعبيه ده عين شمس ما واخد بالك؟ ايوه. كده يعني. ايوه. عشت وشفت الرجوله عن حق. الست مثلا في المنطقه دي في الايام دي ب 10 مليون راجل. تمام. لو عندك مشكله في اخر الشارع واحنا ساكن في اول الشارع هتلاقيني جاري بجري جاي اساعدك فيها. لو في مثلا راجل جاي بيتفق على شغل مع واحد ولا حاجه حضرت الحاجات دي. فلما سافرت بقى عشت وعشت ده مثلا بورسعيدي ده سوهاجي ده صعيدي ده فلاح ركبت معاهم الايه؟ اللهجه. تمام. طب احنا عايزين كده دور فتوة، دور واحد ابن بلد، دور معلم، أنا عايز الناس تعرف إن في شخصية تانية قدامي غير بتاع الفول، أصل هتطلع عليك بتاعة الفول دي. ما مش هتركب مع اللبس ده يا أستاذ. يا باشا إحنا هنتخيله. طبعًا هقول لك حاجة ارتجال بقى كده على الطاير يعني. ارتجال خالص. ما ينفعش الكلام اللي حصل ده يا روبير. أنهي كلام يا ريس؟ بيجي فتح أبو شفتورة. يسلمك البضاعة، تاخد البضاعة. وتهفها وبعدين برضه مش عيب عليك تروح عند فتح الونش. فتح الونش ده كان صبي من صبيان يا لا انا اللي عامله بايدي. حاولت اعملك بس انت للاسف قليل الاصل. طب ما هو قليل الاصل ليه يا ريس؟ ما تشوف انت عملت معايا ايه المره اللي فاتت. ما اديتنيش حق في العمليه كلها. ازاي يا ياد؟ انا مديك كل حاجه وقلت لك الباقي عندي. قلت لها معلمي عايز اخش معاك فيها في العمليه. قلت لك شغال هدخلك بالنسبه اللي انا حجزتها عندي. طب ايه يا ده ولا ايه؟ لا ولا البت استنى اوعى تقول لي لا او هو البت لواحظ روشتك للدرجه دي؟ ما تفتح عينيك بقى وشوف لواحظ دي مين. مالها لواحظ؟ بس كفايه عليك كده. انا هخش على لواحظ بقى واحكي لك على لواحظ. انا بشكرك حبيبي واستمتعنا معاك وكانت سهره فنيه انا بعتبرها يعني حبيبي وان شاء الله تبقى معايا مش شرط نبقى احنا في مفاجاه بقولها لحضرتك وعلى الهوا الاسبوع اللي بعد الجاي هنبدا السيزون مفاجاه الجديد. تاني بعد اللي انت عملته في الاتصالات دي اموت واعرف انت جايب الناس دي منين يا روبير. لا احنا في السيزون اللي احنا معانا اتصالات على فكره كتير دلوقتي بس للاسف الوقت خلص. انا بعتذر لحضرتك وبعتذر للساده المتصلين. كان معايا ومعاكم النهارده قيمه وقامه الدكتور السفير احسان ترك واحنا استمتعنا بيه وارجو انكم تكونوا استمتعتوا بيه وهتكون معانا اكيد مره تاني ان شاء الله. انا ما بقدرش اقول لا لاي حد يرفع ابويا وامي الله يرحمهم والزمن الاهم من ده كله علموني كده. تمام. كل حد عفوا يمد لك ايده في اي حاجه ما تقولوش لا. ده أكيد. ما تقولوش لا، زي ما أنا بقول لك كده لو جاني شغل شط كده مش مشهد شط مش طالما إنه دخل مش هقول له لا. فإشحال عفوا أنا بعتبر الحاجات دي من أفعال الخير. طبعًا. لما بيرفع شاب تليفونه ويكلمني ما أجيش أقول له بقى أنت مين في المذيعين وبرنامجك إيه وبيتعرض على قناة، لا ما تفرقش معايا. يا باشا ده تواضع منك إنك أنت تكون معانا النهارده. الحمد لله ده شرف ليا. إحنا بنشكر حضرتك. ودي فرصة طيبة إن معاليك والقناة الجميلة قناة الصحة والجمال وبرنامجك فضفضة مع روبير ده جمعني مع أهلي وناسي. دول أهلي، دول مش جمهور. أنا ماليش جمهور. أنا ماليش جمهور.
انا ليا اهل وناس. احنا فخورين بحضرتك حبيبي، وبنشكر دكتور السفير احسان الترك، وان شاء الله يبقى معانا تاني، وانتظرونا في سيزون قوي جدا هنتكلم عليه الحلقه الجايه، وتصبحوا على خير.